السلام عليكم جمهور الكريم، مرحبا بكم. احنا الان مباشره من مدينه فقيه بن صالح، تداري وصرباتي المقدم ابراهيم العباس والمقدم عزيز الفاتحي الملقب بجغو. كنتمناو لهم السلام والتيسير ولجميع الفرسان. هاو مع القرصه ديال المقدم ابراهيم العباس، نتمناو ليه السلام والتيسير. هذه القرصة ديال المقدم ابراهيم العباس، مدينة فقيه بن صالح وجهة تشاد الأزيلال فهي معروفة بجودة الخيول والفرسان والمستوى العالي على الصعيد الوطني. نتمناو لهم السلام والتيسير لجميع فرسان جهات المملكة المغربية الشريفة. تحية للجمهور الكريم وتحية دائما جديد وخرجه رائعه. اللهم بارك، تبارك الله. مقدم صغير في السن، امكانيات كبيرة تبارك الله عليه. سبق لي شارك في الاقصائيات كفارس مع العديد من المقاديم. نتمناو له مسيرة موفقة. شريف حاصل على الجوائز، حاصل على الذهبية في دار السلام سنة 2017. عبد العزيز الفاشيحي الإنجاز ديالو كنتحدث عليه. نتمنى له السلام والتيسير. Thank you.
على الامور المجاريه، والحمد لله احنا متفائلين ما يكون الخير في القريب العاجل ان شاء الله. نتمنى من الله عز وجل ان يسلمنا الوباء، الامور بدات كتحسن الحمد لله. شاطروا منكم مجهود كريم تصور شويه من الرياح متواجدين هنا في مدينه القيب الصالح. احنا دائما في خدمه جيكم لايصال الصوت والصوره على احسن مستوى. شكرا لكم. هذا قليل غادي نطالب العرفه ديال المقدم ابراهيم العباس. منافسة شديدة بين القادم تبارك الله عليهم أساس المستوى. التشويكة معكم تدريب صربة شاي المقدم عزيز الفاشيحي والمقدم ابراهيم العباس مباشرة من الفقيه بن صالح. نتمنوا لهم السلام وتيسير. مرحبا الجمهور الكريم. بعد قليل غادي نطالق صربة المقدم عزيز الفاشيحي الملقب بشغل. تبارك الله موجودة ووجود فرسان المستوى العالي وخيول ملكية. إذا كنطلق ضربة المقدم عزيز الفاشيحي الملقب جاغو، كنتمناو ليه السلام والتيسير. عزيز الفاشيحي الملقب بشغو
على الرياح المتواجدة هنا في مدينة القيمان صراحة. سمحوا لينا ومرحبا بكم، دائما كنحاولوا نوصلوا لكم الصورة والصوت في أحسن مستوى، ولكن الظروف الطبيعية ان شاء الله. احنا كنا تفاؤل وثقه بالله عز وجل، ان شاء الله ان الامور ان شاء الله تطهرين ان شاء الله. دائما للتذكير فنحن متواجدين بمدينة القيمان صالح، تدريب خاصة بصحبة مقدم إبراهيم العباس، مقدم عزيز الفاتح المراقب جاخو. كنتمناو ليهم السلام والتيسير والجمال في الإسلام إن شاء الله. مرحبا بالجمهور الكريم والخيالة والقديم، دائما نحن في الخدمة ديالكم لإيصال الصوت والصورة ويدخل فرج المنازل. بعد القليل راه نطالب صلبة المقدم إبراهيم العباس، كنتمناو ليه السلام والتيسير والجمال فرسان. إذا كنطالب صلبة المقدم إبراهيم العباس، نتمناو ليه السلام والتيسير. الله كان شريق الصف ديال المقدم إبراهيم العباس.
منافسة تبارك الله شديدة شريفة بين مقدم عزيز الفاتحي جغو ومقدم ابراهيم لاباز والفرجة مضمونة. نشكرهم على هذه الفرجة وكنتمنوا لهم السلام والتيسير والتوفيق ان شاء الله. هذا غالي على الطالب صربت المقدم عزيز الفاتحي ملقب جغو. نتمنوا له السلام والتيسير. علي هذا المنطلق صرب المقدم عزيز الفاشيحي ملقب بجغو. نتمنولي السلامة والتيسير. فريق أرسنال ديال المقدم عزيز الفاتحي الملقب بجغو. شرف جغو كان يعطي صهوات الفحل الزرق الشهير على صعيد المملكة المسمى الصدام. اللهم بارك ان شاء الله على الصورة. جمال تبارك الله ونخوة شهامة ما شاء الله عليه تبارك الله. خيول تبارك الله خيول ملكية سواء مع صاحب المقدم عزيز الفاتحي أو المقدم إبراهيم العباس. الله يجعل البركه. راه كانت فراجه ياك عمل كلمه. لا عطيهم كلمات رانا مرحبا الجمهور كامل. وحنا الخوش هنا لادخال الفرحه للبيوت المغاربه والمتتبعين ديالنا اللي كيما حنا عزازين عليهم راه هما عزاز علينا. مرحبا بكم الخوش، اي حاجه حنا معاكم فيها. حيت بلا بكم ما كاين والو. الجمهور كريم هو كل شيء هو راس المال. Thank you.
ويك اب. بعد قليل غادي نطالق صرب نقدم ابراهيم العباس. كنتمنى ولي السلام وتيسير، وعلى ما اظن غتكون شويره ان شاء الله، من وراها غتكون شويره ديال المقدم عزيز الفاتحي، وبالتالي غنختتمو هذا اليوم الجميل والرائع اللي حيينا فيه الذكريات أمس قريب. راس العام اللي فات الحمد لله كانت الأمور بخير، وكنا بخير والأمور مزيانة، والميسمات الإقصائيات تلاقاو مع الشباب خوش إن شاء الله. راحنا متفائلين وكلنا تيقى بالله عز وجل، عما قريب إن شاء الله غترجع الأمور بإذن الله. السلطات الحمد لله راه دايره اللي عليها، قايمه بالواجب، ما علينا الا نكونوا نصفقوا عليهم ونهنئوهم. الحمد لله السلطات المغربيه كانت في المستوى العالي في مواجهه هذا الوباء، الحمد لله كنا من الدول لما الحمد لله اللي حاول اللي قضينا على الوباء، قضيناش عليه 100% حاليا، ولكن تقدمنا المواجهة ديالو في الصفوف الأولى إن شاء الله الحمد لله. مجهودات السلطات ومجهودات المواطنين كان سلاحهم تبارك الله ديال المواطنين وديال السلطة اللي خلانا واجهنا هاد الوباء. أما قارب إن شاء الله غادي نتغلبو عليه 100% بإذن الله الشعب. نبقاو صامدين ان شاء الله. قدم ابراهيم العباس، نتمنى ولي السلام وتيسير. الله هادي قرصة ديال المقدم ابراهيم العباس. احنا معاهم، نتمنوا لهم هادشي يسير والسلامة. دار باقي القرصان، باقي القرصان ان شاء الله، هو معنا الخوش، باقي الفرجة.
التشويره خشم باب مقدم عزيز الفاتحي. اليوم معنا مع تحية اللي غيختتم بها المقدم ابراهيم العباس تداري بهذا اليوم. كنشكرو المقدم ابراهيم العباس ومقدم عزيز الفاتحي الملقب بجغو على الفرجة والمتعة اللي قدموا للجمهور الكريم. دائما نرجو الله تعالى ان يزيل عنا هذا الوباء في مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. الحمد لله ان شاء الله تعالى. معنا مع التشويرة الأخيرة ديال المقدم إبراهيم العباس. نتمناو ليه السلام والتيسير. قدم فرجة ممتعة اليوم كان في الموعد لا هو لا المقدم عزيز الفاتحي. كنشكروهم كنتمناو ليهم السلام والتيسير. إذا المقدم إبراهيم العباس نتمناو ليه السلام والتيسير. القرصة الله التشويرة ديال المقدم إبراهيم العباس اللي غيختم بها التداريب.
جمهور كريم، حنا مباشرة من تدريب سراب جغو عزيز ملقب عزيز الفاتحي ملقب جغو، ونقدم جواد ابراهيم. ما تدوش علينا قهرتنا الشمس بزاف، ولكن الحمد لله والله العظيم الى الشمس قتلتنا، ولكن الحمد لله كنفرجوا مولاي الخيل وكنشطوا. بقاو معنا تشوفوا واحد الفرجه زوينه، شوفوا بقاو معنا بقاو معنا تشوفوا واحد الفرجه كي دايره. بقاو شوف النشاط ديال مولاي الخيل. شوف تبارك الله، شوف الجمهور تبارك الله. تفرجوا اخوان، بارطاجيو هذا الفيديو. مع التشويرة ديال المقدم ابراهيم العباس. رجعوا والقصارى اللي توحشناها نشاط الحمد لله. مع بيضة الرمق